اهلا بكم في حلقه جديده من كورس امبيدد سيستم توتوريال. اخذنا في حلقات سابقه السيريال كوميونيكيشن باستخدام البروتوكول يو ارت، وكنا بنوصل المايكرو كنترولر بالكمبيوتر بتاعنا. اما في سلسله الفيديوهات القادمه ان شاء الله هنوصل المايكرو كنترولر يونتس مع بعض باستخدام بروتوكول يو ارت برضه، ودي اول حلقه في سلسله توصيل المايكرو كنترولرز ببعض باستخدام اليو ارت، فتابعونا. طبعا اليو ارت بروتوكول ان انا بوصل اتنين ديفايس مع بعض، بوصل التي اكس للديفايس الاول بالار اكس للديفايس الثاني، بوصل ار اكس للديفايس الاول بتي اكس للديفايس الثاني، وما انساش بوصل جراوند بالجراوند، والكلام ده شرحناه بالتفصيل في الفيديوهات السابقه. ان شاء الله دي الدايره اللي هنعملها النهارده. تعال نشوفها على البروتوس. عندي اتنين مايكرو كنترولر بيتم الاتصال ما بينهم باستخدام يو ارت بروتوكول. المايكرو كنترول الاول دي الكريستالة بتاعته، التوصيل بتاعها والماستر كلير اللي خاص بيه، وده المايكرو كنترولر التاني، ده الكريستالة الخاصة بيه وده الماستر كلير. بصوا كده معايا، المايكرو كنترولر الاول اللي هي تي اكس اللي هي باللون الازرق هوصلها بالار اكس بالمايكرو كنترولر التاني، والتي اكس بالمايكرو كنترولر التاني باللون الاحمر هوصلها بالار اكس بالمايكرو كنترولر الاول ام سي 1. وطبعا انا عايز اعرض القيم على فيرتشوال تيرمينال عندي هنا عشان اشوف هو بيرسل ايه. الفيرتشوال تيرمينال دي على السيميوليشن بس، على المحاكاه فقط لكن غير موجوده عمليا. بوصل التي اكس هنا بتاعت المايكرو كنترولر الاول بالار اكس الخاص بالفيرتشوال تيرمينال الاول عشان اشوف لما المايكرو كنترولر ده يبعت داتا للتاني هشوفها على ده، والمايكرو كنترولر التاني لما يبعت داتا للاول هشوفها على ده، لان التي اكس هنا ده هوصلها بالار اكس بتاع الفيرتشوال تيرمينال التاني، فده لما يبعت داتا باستخدام التي اكس هيبعتها للفيرتشوال تيرمينال عشان اشوفها، وفي نفس التوقيت هيبعتها للمايكرو كنترولر الاولاني عشان يعمل اكشن معين. المايكرو كنترولر الاول عندنا متوصل عليه اربع سويتشات بول اب ريزيستور، متوصلين على دي 0 لدي 3 زي ما انتم شايفين هنا، ومعانا كمان 3 ليدز ومعانا موتور. وطبعا احنا شرحنا في الفيديوهات قبل كده الانترفيس بتاع الموتور موصله على بي 0 والبي 3. طبعا الليدات دي ممكن تستبدلها بفالف او فان او اي حاجه ثانيه زي الهيتر، اي حاجه عايز تعمل عليها كنترول. طبعا الانترفيس بتاعها هيبقى زي الموتور ده بالظبط هنا مع المايكرو كنترولر الثاني، نفس النظام اربع سويتشات اهي مكررين هنا متوصلين هنا، ومعايا كمان الثلاثه ليدز مع الموتور متوصلين على بي 0 والبي 3. طبعا لازم اخد بالي من التسميات في البروتوس، يعني هنا السويتشات كلها انا مسميها ام سي يو 2 سويتش 1، ام سي يو 2 سويتش 2 وهكذا. الاسماء دي انا سميتها هنا بنفس الاسماء عشان يتم التوصيل ما بين، في نفس الوقت الاسماء بتاعت السويتشات اللي تحت مش نفس الاسماء بتاعت السويتشات اللي فوق عشان ما يحصلش تداخل، لازم الاسماء تبقى مختلفه. والليدات هنا مسميها ام سي يو 2 ليد 1 وهكذا لغايه ليد 3 نفس الاسماء هنا. اما المايكرو كنترول الاول انا مسميه ام سي 1 ليد 1 وهكذا لغايه ليد 3، ونفس النظام على السويتشات ام سي 1 سويتش 1 اللي هو خاص بده نفس الاسم هنا، يعني لازم الاسماء تبقى مختلفه. السويتشات اللي فوق غير السويتشات اللي تحت، الاكتويتر والليدات اللي فوق غير الاكتويتر والليدات اللي تحت، والا هيحصل فيه كونفليكت والبرنامج هيشتغل بطريقه غلط. تعالوا مع بعض كده نعمل رن عشان نعرف فكره البرنامج، ركزوا معايا كده. طبعا لو ما ظهرتش عندك من ديباج وبتختار الاثنين هنا تعمل علامه صح قدامهم كده عشان يظهر. الفكره كلها ان السويتش اللي هنا ده رقم واحد هيتحكم في ليد واحد الخاصه بالام سي يو 2، السويتش الثاني هيتحكم بليد 2 اللي في ام سي يو 2، 3 مع ليد 3 اللي في ام سي يو 2، وسويتش 4 هيتحكم في الموتور اللي متوصل مع ام سي يو 2، والعكس المايكرو كنترولر الاولاني، بمعنى ان السويتش الواحد اللي تحت هيتحكم في ليد واحد هنا، سويتش 2 هيتحكم في ليد 2 هنا، سويتش 3 هيتحكم في ليد 3 هنا، سويتش 4 هيتحكم في مين؟ في الموتور اللي فوق. الفكره كلها ان انا لما هضغط على سويتش واحد اللي هنا هيبعت حرف ايه، خلي بالك ده متوصل مع ام سي يو 1، هيبعت حرف ايه للام سي يو 2، وانا عشان هبعتها من هنا لهنا فهتظهر هنا زي ما ظهرت ايه، تمام؟ ادي ايه اهي، وقتها ينور ليد 1 في ام سي يو 2، لما اضغط على سويتش 2 هيبعت لي بي وينور ليد 2، سويتش 3 هنور ليد 3 ويكتب سي هنا، لما اضغط هنا هيبعت ام وشغل الموتور. خلي بالك الانترفيس ده او الليدات والاكتويترز دي توصلها مع المايكرو كنترولر التاني، وبيتم الاتصال بين الاثنين باستخدام اليو ارت بروتوكول. العكس بالنسبه للسويتشات اللي تحت، السويتشات اللي تحت دي هتتحكم في الاجزاء اللي فوق، يعني سويتش واحد ينور ليد واحد او يعمل لها توجل، اثنين ثلاثه، خلي بالك لما اضغط بيظهر على الفيرتشوال تيرمينال اللي فوق هنا اللي هي مين؟ الحروف عندي. اضغط على السويتش الرابع يشغل الموتور، طب اضغط على واحد ثاني
يروح طافيها لان بيعمل لها توجل. طب سويتش 3 يعمل توجل لتلاته، 4 يعمل توجل للموتور، هنا 4 يعمل توجل للموتور اللي تحت. اتمنى يكون الفكره واضحه. يعني السويتشات اللي هنا هتعمل كنترول للاكتويتر اللي هنا، السويتشات اللي هنا هتعمل كنترول لمين؟ للاكتويتر اللي هنا. بيتم ازاي؟ لما اضغط على السويتش بيبعت حرف للمايكرو كنترولر الثاني، وقتها يستجيب ويعمل الاكشن اللي انت عايزه. انا لما اضغط على السويتشات بعمل توجل للحاجات المتوصله كاوتبوت، السويتشات اللي تحت بتعمل توجل للحاجات المتوصله كاوتبوت فوق. تعال نشوف الكود، لو لاحظنا هنلاقي ايه؟ الهاردوير اللي هنا هو نفس الهاردوير اللي هنا مكرر مع ام سي يو 2، يبقى البرنامج اللي هنا هو نفس البرنامج، مش هيبقى فيه اختلاف. انا عندي 4 سويتشات هنا في الكود من دي 0 لدي 3، انا سميتهم بسويتش 1 وسويتش 4، معانا كمان 4 ليدات متصلين على بي 0 لبي 3، سميتهم من ليد 1 لليد 3، وما انساش كمان ان بي 3 عليها مين؟ عليها موتور. عرفت متغير اسمه ريسيف من نوع كاركتر عشان استقبل فيه الحرف اللي جاي، لان احنا قلنا لما اضغط على السويتش ده بيبعت حرف ايه، فانا عايز استقبل الحرف ده، لازم استقبله في متغير، وفي نفس الوقت لازم يتعرف كاركتر عشان يبقى تكست. زي ما اتعلمنا في الفيديوهات السابقه، اول حاجه هتستخدم يو ارت، يبقى يو ارت 1 اندرسكور انشلايزيشن. ال 9600 دي لازم تبقى متوافقه بين الجهازين، لو كتبتها في كود لازم في الكود الثاني تكتب 9600. تريس بي وبورت بي انا معرفه كاوتبوت عشان عليه الليدات والموتور. معانا تريس دي اللي هو اول 4 بيتس ناحيه اليمين اللي هي من دي 0 لدي 3، هستخدمها كانبوت عشان متوصل عليها سويتشات. والت بورت دي بيساوي 0. كل مايكرو كنترولر هيعمل سنت وريسيف للداتا. تعال نشوف كده، ادي السويتش ده لما اضغط هنا يعمل ايه؟ المايكرو كنترولر ده هيبعت مين؟ داتا للمايكرو كنترولر الثاني، هيبعت له وليكن حرف ايه؟ وقتها هيعمل توجل للليد الخاصه بالاكشن ده، وفي نفس التوقيت لو انا ضغطت على سويتش واحد هنا هيبعت حرف ايه للمايكرو كنترولر الاولاني ويعمل توجل للليد دي، يبقى ده بيبعت وفي نفس الوقت بيستقبل. يبقى في الكود هيبقى فيه جزئين، جزء استقبال وجزء ارسال. جزء استقبال هو جزء الريد، يو ارت 1 اندرسكور ريد، هعمل قراءه من ام سي يو 2 عشان انا بكتب كود ام سي يو 1 دلوقتي، هحطه في المتغير اللي اسمه ريسيف. طبعا قبل ما اعمل ريد لازم اعمل تشيك على الداتا، هل في داتا ولا لا، باستخدام اف زي ما شرحنا قبل كده. هاخد المتغير اللي اسمه ريسيف ده باستخدام سويتش وهقسمه لكيسز، وهقول كده لو الريسيف ده كان جاي حرف A يبقى اعمل توجل لليد واحد، وما انساش اصفر ريسيف، لازم تصفره، ودي طبعا كيس ايه؟ كيس A، لان الريسيف قلنا مين هيبقى ايه؟ هيبقى كاركتر، فلازم يتحط بين سنجل كود زي ما احنا شايفين كده لانه تكست، واصفر ريسيف استعدادا لانه يستقبل داتا ثانيه، واعمل بريك. كيس B يعني الريسيف المتغير اللي جاي ده اللي هو جاي من الداله اللي اسمها يو ارت 1 انسكور ريد، كده عمل قراءه هو، لو كان B يعمل توجل لليد 2 وصفر عندي ريسيف واعمل بريك. كيس سي معناها انه هيستقبل حرف سي، يبقى كده يعمل توجل لليد 3 ويصفر ريسيف ويعمل بريك. اما سويتش 4 لما اضغط عليه في الناحيه الثانيه هيبعت ام، فاقول له لو كان كيس ام يعني انا استقبلت حرف ام، اعمل توجل للموتور وصفر ريسيف واعمل بريك، يبقى كده انا خلصت الجزء بتاع مين؟ الجزء بتاع الريد، يبقى ده كله الجزء الخاص بالريد اللي هو الريسيف، ان انا بستقبل الداتا. طيب انا عايز ابعت داتا دلوقتي، ابعت داتا ازاي؟ بقول لما اضغط على سويتش هيبعت لي حرف ايه؟ يبقى اقول كده اف سويتش يساوي يساوي 0، قلنا يساوي يساوي 0 لان هو بول اب ريزيستور فالديفولت بيبقى داخل واحد، فانا اقول ان هو اول ما قيمته تساوي 0 معنى كده انت ضغط، هقول له يو ارت 1 اندر سكور رايت ايه، ابعت ايه للمايكرو كنترولر الثاني عشان هناك يقراه يعمل الاكشن اللي انت عايزه. لو لاحظنا هنا ان انا بعد ما اكتب الحرف بينزل ايه سطر جديد عشان يطبع الحرف اللي بعده، فاقول له بعد ما تبعت ايه ابعت برضه يو ارت 1 اندرسكور رايت 10 و13، الخطوتين دول مع بعض بيعملوا نيو لاين، يبقى اقول له ابعت ايه بعد كده ابعت النيو لاين عشان ينزل سطر جديد، ما انساش اعمل ديلي 1000 عشان اضمن ان اليوزر ضغط ورفع ايده، لان لو اليوزر فضل ضغط على السويتش هيبتدي عندي يعمل فلاش وهيطبع السيريال الايك اكتر من مره. تعال كده نعمل كومنت لدي ونشوف مع بعض كده، نعمل بلت اهو، نروح عندنا للبروتوس ستوب وادي رن، نركز مع بعض كده. انا هعمل ايه على اول سويتش ده اللي شلت منه الديلي؟ هفضل ضغط على طول، بص كده بيطبع ايه، شايفين بيطبع ايه كتير او بسرعه جدا، وهتلاقيه يعمل فلاش هنا. طبعا هنا هو بيعمل فلاش انت مش شايف، لان هو بيعمل اون اوف بسرعه عاليه جدا زي ما انتوا واخدين بالكم كده، فتحسها ان هو بيطفي وينور كل واحد سنه. لا طبعا هو بيعمل فلاش بسرعه عاليه جدا بدليل حرف الايه بيطبع بسرعه، يبقى لازم احط مين؟ ديلي. طبعا احنا شرحنا في الفيديوهات السابقه الديلي ده لو عايز تشيله
خد السويتشات حطها على ار بي بورت تشينج انتربت من بي 4 لبي 7 واعمل بي انتربت وشيل الديلي من البرنامج. والكلام ده اتشرح في فيديوهات قبل كده. نفس النظام هقول لو انا ضغطت على سويتش 2 معنى كده ان بي قيمته بزيرو، ابعت حرف بي للمايكرو كنترولر الثاني واعمل نيو لاين واستنى واحد ثانية عشان اضمن ان اليوزر رفع ايده عشان يبعت الحرف مرة واحدة. نفس النظام مع سويتش 3، سويتش 3 هيتحكم في الليد التالتة يبقى ابعت له سي، ما انساش اعمل نيو لاين عشان يطبع لي على السيريال كل حرف في سطر جديد. وسويتش 4 اول ما اتضغط معناه ان هو بيبقى بزيرو، اطبع او ابعت حرف ام واعمل نيو لاين واستنى واحد ثانية كده. ده الكود ببساطة. يبقى الجزء هنا من بداية سويتش 1 لغاية سويتش 4، الجزء ده انا بعمل بيه ايه؟ بعمل سنت للداتا، ببعت الداتا للمايكرو كنترولر الثاني عشان يعمل اكشن معين، بحيث لما اضغط على السويتش الاولاني يبعت لي حرف A ينور لي ليد واحد هناك، اضغط على السويتش الثاني يبعت لي حرف B وينور الليد الثانيه هناك، اضغط على السويتش الثالث يبعت لي حرف C وينور لي ليد ثلاثه هناك، اضغط على السويتش الرابع يبعت حرف M وينور لي او يشغل لي الموتور اللي متوصل على المايكرو كنترولر التاني. نفس الكود ده مكرر لان الهاردوير مكرر عندي مفيش اختلاف. هعمل بلت هنا على الوضع الجديد، نعمل ستوب ران، نضغط كده ضغطه هنلقى بعت حرف ايه اهو والليد واحد نورت هنا. نفس النظام هنا لما اضغط على السويتش ده لان نفس الكود مفيش اختلاف هيبعت لي حرف ايه المايكرو كنترولر اللي فوق وينور ليد واحد فوق. طيب لما اضغط على سويتش 4 هنا يعمل ايه؟ هيعمل توجل للموتور اللي هنا. هو عمل توجل طبعا بس الايه بروتس تقيل شويه زي ما انتم شايفين موصله. لما اضغط تاني يعمل له توجل يطفيه، اضغط كمان ضغطه يشغله، اضغط يطفيه. نفس النظام هنا، اضغط هنا سويتش 4 هيشغل موتور هنا او بيعمل له توجل بمعنى اصح، اضغط كمان ضغطه يعمل له توجل. سويتش 3 هتلاقيه ينور او يعمل توجل لليد 3، اضغط كمان ضغطه هنا بيعمل توجل ل 3. ما انساش كمان لما اضغط على 3 هنا بصوا كده بيكتب سي هنا، بيبعت سي. ده كانت فكره المشروع. طبعا في البرنامج بتاعنا السيركت ده هو البروتس عندي اللي هي الدايره. احنا قلنا هنستخدم اثنين مايكرو كنترولر، يبقى المايكرو كنترولر الاول عندي بيبقى الكود بتاعه اهو، والمايكرو كنترولر الثاني ده الكود بتاعه. زي ما قلنا ان الكودين دول مكررين ليس اقصر. ان شاء الله في الفيديو القادم هيبقى الكود الخاص بالمايكرو كنترولر الاول مختلف تماما عن الكود الخاص بالمايكرو كنترولر الثاني، بحيث ان المايكرو كنترولر الاول هوصل عليه انالوج سنسور زي مثلا ال ام 35 اخد منه القراءه وابعتها للمايكرو كنترولر الثاني ويعرض القراءة هنا على ال سي دي. يبقى الاولاني اوصل بيه الانالوج سنسور ال ام 35، الثاني هوصله بالال سي دي مباشرة، وهيتم ارسال الداتا او القيمة او درجة الحرارة باستخدام بروتوكول يو ارت. الكلام ده هيكون في الفيديو القادم ان شاء الله، فانتظرونا. لو عندكم اي استفسارات او اي اقتراحات سيبوها لنا على هيئة التعليقات اسفل الفيديو. ما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير، وشكرا جزيلا.